شهد اليوم الثاني من المهرجان العالمي للموضة عددا من الفعاليات المميزة، تضمنت جلسات نقاشية مختلفة حول عالم مدونات الموضة وصحة البشرة في الصين. أنا عجبني قوي البانل بتاع النهاردة، عشان هي سألت أسئلة غير اللي كانت تتسأل قبل كده، يعني ما كانوش أسئلة very superficial، كانوا أسئلة تقيلة وحلوة، اتكلمنا في حاجات كتيرة قوي بمشاركة مجموعة من أطباء الجلدية المتخصصين والمؤثرات في عالم الموضة، لمناقشة أهم الخطوات الضروري الالتزام بيها عند التعرض لأشعة الشمس في الصيف وأهم الصيحات العلاجية الجديدة لنضارة البشرة. RRS عامة أو التريتمنت اللي احنا بنعمله كتريتمنت للصيف دي حاجة مهمة جدا، نعمل توعية عليها وإن الناس تبقى عارفة إنه حاجة زي كده هتفيد جلدهم بيه وهتفيد بشرتهم إزاي، وده هينفع إزاي الناس بعد الصيف during السمر during الوقت بتاع المصيف، إزاي بعد ما بنخلص الصيف بتاعنا بنبقى عايزين نعمل تريتمنت معينة تخلي جلدنا على طول مشدود، جلدنا على طول حلو. اتبسطت ان المكان حلو ولذيذ ومختلف. النهاردة كان في بانل ديسكشن على السكين بوستر والسكين روتين وحاجة زي حقنة RRS، حقنة النضارة او اللي بنسميها الاسبانيش جلو، فطبعا البانل كان يعني ميكس ما بين دكاترة الجلدية والتجميل، الديسكشن اباوت السان اكسبوجر بما اننا فترة الصيف، ازاي بروتكت السكين من السان دامج وايه تأثير اصلا السان على جلدنا. كما شاركت مدونات الموضة والجمال افكارهن حول قوة مؤثر الموضة في التأثير على الذوق العام والترويج لاحدث الصيحات. زهقنا قوي 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 من الحاجات الكليشيه والصور اللي كلها بيرفكت وكل حاجة، انا نفسي زهقت، بقيت احط فيديوهات اكتر طبيعية رياليتي عندي في البيت، مثلا conversation بيني انا وجوزي، بيني انا واصحابي في stories، فإتس very relatable وإتس real life، مش اللي هو بس واقفة بعمل بوز وبتصور وخلاص. انا كنت بقول هناك لو حاجة انا مش هروح اشتريها مش هخلي الناس يشتروها، مش هتك عليهم، فعلا لازم يكون حاجة انا مقتنع بيها، او ما ينفعش مثلا حاجة انا مش بستخدمها واقول ان انا استخدمتها وعجبتني، لازم ابقى very picky في الحتة دي، ومش بشتغل مع اي براند، لازم اشتغل مع براندز فعلا انا مقتنع بيهم، في الاخر ده فلوس الناس، وممكن واحدة تستخدم مثلا كريم او حاجة مش لبس بس ممكن يعمل لها مشكلة، ممكن يحصل، فاهمة؟ فموضوع بالنسبة لي برضو ضمير شوية. تضمنت الفعاليات مجموعة من عروض الأزياء السريعة بالتزامن مع الحلقات النقاشية، تم تنظيم معرض على شاطئ مدينة العالمين شاركت فيه العلامات التجارية المصرية في مجال الأزياء المعاد تدويرها من بلاستيك، وبيوت الأزياء المصرية التي وصلت للعالمية، والعديد من منتجات المكملات الغذائية الطبيعية ومنتجات العناية بالبشرة.